السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بألف ألف صحة وعافية. الفيديو تاع اليوم ان شاء الله راح يكون عن مشتريات من موقع غني عن التعريف، هو موقع بنغود او بمعنى اخر تعاون اشهار. عطاوني مبلغ معين وانا شريت الاشياء اللي كنت محتاجتهم والاشياء اللي حبيت نجربهم، وعلى بها حبيت نتقاسم معكم هذه المشتريات باش حتى نتوما تاخذوا فكرة عنهم ونعطيكم رأيي الصريح الصريح الصريح، ملاح ولا لا لا. وهذا هو الهدف من هذا الفيديو، لانه انا وحدة منهم نخاف نشري عبر المواقع لانه ما نكونش واثقة من الجودة، على بها نروح دائما نحوس هكا على بعض الفيديوهات اللي سبق ليهم وتعاملوا مع هذا الموقع وناخذ فكره على المنتوج اللي حابه نشري، وهذا هو الشيء اللي راح يصير معاكم اليوم. المهم بلا ما نطول عليكم نروح نحلوهم ونشوفوا واش فيهم عبادياتنا البعض. نمشيو نبداو باول حاجه وهي هذه كملاحظه البنات، هذا اللي يجيكم هنا الاسم ديالكم واللقب، حاولوا ما تميهمش حتى تقطعوهم تقطعوهم تبشوهم باش تميهم، لانه بزاف ما عطيتش الاهميه لهذا الشيء، وهادو قادرين يستعملوهم بزاف تاع الناس راكم عارفين. درك ما كانش الامان، ما بقاش الامان. هذه هي اوكي الكوري الاول، جاني فيه هادو زوج صوالح، هذه ان شاء الله برك باسكو الدور عندي نقص، ان شاء الله هذه تكونوا تعرفوها. هذه تاع البيض، يعني مين تجي تستعملي الكاطو ولا تستعملي البيض، نحبوا نفرقوا البياض على الصفا، هذه خصوصا في الحلويات. هذه تسهل لك الامور، تحطي ديالك ورخيصه رخيصه رخيصه، قلت علاش ما نشريهاش رخيصه، يعني بعتقد واقيلا كامل اقل من دولار. هذه باش تفرقي البياض البيض عن صفار البيض، وهذه الصراحه اللي كانت عجبتني بزاف. اوكي هذو لي تيكات بعثوهم لي، هذه اللي كانت عجبتني بزاف، ان شاء الله راح نحاول نسييها قبل ما ننزل الفيديو ونضيفه مع الفيديو الا كفاني الوقت، نسيي هكذا خبز عليها ونشوف. هذه شكروها بزاف، انا شفتها في القنوات اللي عاملين مشترياتهم على من هذا الموقع. شوفوا البنات تجيكم السيليكون، شوف ورطبه رطبه رطبه رطبه. هذه يعني بلا ما نستعملي الدقيق ولا تستعمليها للخبز الحلويات اي حاجه تطهيها في الفرن تستعمليها، يعني خصوصا الحلويات والخبز يعني تجي كروعة. شفت بزاف بزاف الناس يستعملوهم يستعملوها فرن وكامل شكروها، قلت علاش نخلصها انا نشريها في المحل تاع الشيخ بني. شوفوا البنات ان شاء الله من نسيها نزيد ناكد لكم. كما راكم تشوفوا البنات العمليه نجحت ولا التجربه نجحت، يعني سييت فيها الخبز وعطاتني نتيجه روعه. شوفوا البنات هي الخبز يخرج هايل، شوفوا بورتو زدت لها في الطياب وما انحرقت ما والو، كما راكم تشوفوا ها، وكان درتها في الواكس بيبر كراها لصقت لي، ولا في البلاطيغ كذلك نفس الشيء، لكن ما زيتها في الطياب كما راكم تشوفوا، يعني هي ننصحكم البنات ننصحكم انكم تشريو كيفها وما تندموش. انا نشوفها احسن من الواكس بيبر ولا الورق الزبده، ان شاء الله راح نحاول ما نزيد واحده اخرى لانها شتها عمليه. هذه هي الوغ نشجعكم باش تشريوها، هذه هي باي. عجبتني الصراحة فكرة هايلة تسهل عليك، شوفوا تحطوها فاسيلمون في الكاس فوالا، ورخيصة رخيصة مانيش عاقلة واقيلا دولار ولا أقل، فوالا تفصلي الصفار على البياض. هذه تانيك ننصحكم باش تشروها. شوفوا عاد اوكي هذا حبيت نسييه، هذا هما حنا نقولوا الليبستيك تاع الشنايف، هذه هي
اختو كنت حابه لون واحد اخر وكانوا كملوا بقى لي هذا اللون الفتسو وحبيت نسيه وان شاء الله راح نسيه معكم. فوالا البنات هذا هو الليبستيك هذا النيميرو سي 26 ليماج ماشي صافيا المهم سي 26 هذه هي يجي مات يجي مات ندير لكم فيديو تشوفوا راح نسي على شناهي في درك ونرجع لكم نخبر البنات سيتو لا غالب ما نقدرش نوري لكم مي واش نقول لكم البنات عجبني بزاف الصراحه كانوا عاملين فيه تخفيض بعتقد 40% كان مانيش فاكره البرايس المهم انا كلش كامل كامل غنخلي لكم رابط تاع هاد المشتريات تحت في صندوق الوصف باش تدخلوا تشوفوا البخي وكانوا عاملين فيه تخفيض لدرجه اني واحد اللون حبيته جبرته كمل لكن كل مره راهم يحطوا وتشوفوا مين ينشف يجي مات لا مارك هذه هي موريك باش ما بالاماك نورمالمون تنقرا ليادا الى مانيش غلطه ليادا فوالا لونغ لاستينغ ليادا هذه نورمالمون لا مارك هذا البنات كي لا كولا كي الكاليتي عجبني بزاف يعني ما تراطيوهش انا نقول لكم هذه هي نشوفوا الكوري الثالث كما راكم تشوفوا كامل بيان امبالي يعني ما تخافوش من هذه القضيه انا خففت قبل بنتي ما تنوض الزاوجه في النوم ما نقدرش نصور لكم شنو هذا اوكي خلاص عرفت اسم هذا هلا هذا تاع القطو تاع هذا بنتي تاع القطو شكون اللي قالك تاع القطو ماما تاع ماما القطو بنتي هي راهي تدخل لكم هكا لهنا نهضر انا الوغ هادي كما راكم تشوفوا تاع الفادي تاع الحلويات فيها كامل هاي هادي نورمالمون كامل الفادي راهم هنا هادي عجبتني خصوصا هادي تجيب بزاف العجينة السكر بوتيتر نستعملها لاطاخ تاع انيفاسير تاع بنتي بالنسبة ل الى كبار صغار يعني انا نشوفو حجم مناسب يعني مويان باسكو الى كانت كبيره ما تقدريش تكتبي في لاطاخت ديالك نشوفو حجم مناسب ان شاء الله كاش نهار راح نسيي بها وتشوفوها في كاش فيديو هذه هي ودرك نمشي ونشوفو الساعه انا الصراحه عمري ما شريت هكذا سوايع تاع عبر المواقع هذه هي حبيت نسيي هادي شبرتها رخيصه وشاكرينها وبزاف الناس شاريين منها قلت علاش لا بوختوني معبيتها كادو كانت رخيصه حتى هي كانوا عاملين فيها تخفيض كبير 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 البنات شوفوا هي الصراحه ما يبانش البري ديالها يعني من بعيد هكا تحس بها كاش ساعه ماركه غاليه شوفوا البنات شابه انا عجبتني يعني والله لا شابه واحد يحاول عليها وخلاص هذه هي سيوها فوالا البنات كان هذا هو الشكل ديالها يعني الصراحه ما تعطيوهاش البخي ديالها تعطيوها الثمن يكون اكثر من اللي خلصتو مانيش عاقله شحال لكن خلصتها رخيصه 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 بالبزاف على بها مش شفت هذاك الثمن كنت نسييها تعملوها هكا ديكادو لبنيتات ولا والله لا حاجه مليحه يعني انا هذه هي الساعه ديالي هذه عزيزه عليا اوكي انا عجبتني صراحه يعني على حسب الثمن ديالها مقبوله هذه هي سادسا وهما هادو الاقماع اللي كانوا عاجبيني بزاف انا والشيء اللي عجبني فيهم انهم رخاص يعني الثمن في متناول الجميع اذا قارنتيهم مع مواقع اخرى والنوعيه البنات كاليتي توب 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 يعني بلا ما راني نجامل شوفوا شوفوا تضغطي عليهم وتعاودي يعني كاليتي ما كانش الزعقه جبت بديتو هذا النوع وهذا ولا الموديل هذا الموديل وهذا يعني للتزيين تاع الحلويات يجيو رائعين سيختو الكب كيك
واخر شيء وهي هذه تحلوها تشوفوها، ما نقولكمش تشوفوها. وهي هذه حاملة الكاميرا، لانه كانت عندي وحدة وهبطها البلاد مع الباجاج، ماشي الباجاج، ما عرفتش كيفاش صار هذا، صارت لها رجل وحدة، والثانية تاع الصور الثانية تاع كانون نسيتها في فرنسا. بقات في فرنسا حتى من بعد، واختي تزيفتها لي ولا من هبط. وشريت هذه بلاما، الثمن ديالها كان البنات مليح مليح وفي متناول الجميع. هذه هي كما راكم تشوفوا البنات، هذه هي ونوما متطوال. دوك نشوفوا شحال فيها من الطول، نزيد نحلها ونشوف. عجبتني النوعيه وتحسي كل شويه سوليد، ماشي حاجه فخاجيل، والاكثر من هذا والاحسن من هذا. وهي انك فيها هذه اضافيه، يعني نستعملها للبورتابل، نكون نصور بالبورتابل نستعمل هذه، نلصقها هنا كما راكم تشوفوا، تلصقيها هنا ونستعملها ملي نكون نصور بالبورتابل. واذا حبيت نستعمل الصوره اكيد راح نحط الصوره هنا في هذا كيفاش يقولوا المسمار ولا حاجه كما هكذا. وهذه اكيد باش تحدي، شوفوا تهبطيها طلعيها. ونفس الشيء بالنسبه لهذه، الصوره تهبط وتطلع ولا البورتابل. يعني عجبتني البنات، كاليتي شابه وكانت رخيص. انا نهار اللي شريتها كان فيها تخفيض تاع الهبال، راح نخلي لكم كذلك الرابط في صندوق الوصف وتشوفوها. تشوفوا البخي ديالها، هذه هي وراح نحلها درك ونشوفوا الطول ديالها. البنات بالنسبه للطول كما راكم تشوفوا ماشي طويله طويله طويله، لا لا العكس اللي عندي، انا اللي عندي قلت لكم طويله، يعني في واحد متر ديمي ولا بوتيتر بلوس. هذه لا لا، لكن نشوفها مناسبه لانه الكاليتي تاعها كاليتي مليحه بالبزاف، كاليتي شابه. هذه هي، والطول هذا هو، فوالا هذا هو الطول ديالها. وحطيت فيها مام لاباري ديالي، هذه كانون، ومسكتها لي الصراحه، يعني العكس الاخرى، الاخرى طويله لكن كاليتي عيانه. وهنا نكون وصلنا الى نهايه الفيديو كما راكم تشوفوا. نتمنى برك اني نكون يعني فدتكم حتى ولو بالقليل، خصوصا اللي تكون حابه تشين عند هذا الموقع وتخاف حاجه مليحه ماشي مليحه كما انا، حتى انا وحده منكم الا حبيت نشي كاش حاجه نخاف نضيع دراهمي هكذا ولا حاجه ماشي مليحه. المهم انا عطيتهم بكل شفافيه، حاجه اللي عجبتني عجبتني، اللي ما عجبتنيش ما عجبتنيش. كما قلت لكم يعني كامل اللي وصلوني الشابين كامل عجبوني الصراحه، ما كاش حاجه ما عجبتنيش، كامل كانوا في المستوى. يعني نحكي على اللي شريتهم انا، ممكن كان اشياء واحده اخرى نشريها وطيح لي ماشي مليحه. هذا الشيء باين، الموقع اكيد ما راحش يكون عنده كل شيء طوب، في حاجات اللي ملاح وحاجات اللي موي وحاجه ماشي ملاح. المهم كما قلت غادي نحكي على اللي شريتهم، هادو ملاح يعني شريوهم وما تخافوش وما تضيعوش فيهم درهمكم. وبالنسبه للاثمان كما قلت ان شاء الله راح نحاول نخليه لكم تحت يعني في صندوق الوصف تحت الفيديو، نخلي لكم هكذا باش تدخلوا وتشوفوا الاثمنه. اما بالنسبه للمده، المده تكون من 7 ايام الى 20 يوم حسب البلد اللي مقيمه فيها، ممكن سيمانه ممكن 10 ايام ممكن 20 يوم حسب كل بلد، ويوصلك حتى الدار. وبدون يعني انا البلد اللي مقيمه فيها في امريكا جاني فري، يعني ما دفعتش رسوم. وهذا كذلك راح تلاحظوه مين تحبي تشري، اكيد راح يكتب لك اسكو تخلصي ولا ما تخلصيش، هذا الشيء راح تعرفيه قبل ما تشري اي منتوج من عندهم. هذه هي ان شاء الله ما يكون ناسيه والو. وكالعادة اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيو وتعملوا لنا لايكات، تشجعونا شويه باش نعطيكم فيديوهات اكثر واكثر من هذا النوع، وكذلك تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. ومع ليا ما نقولكم خير، تبقى على خير ورانا نطلعوا في فيديو جديد ان شاء الله. باي 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 باي.